على موعد مع الحفل الافتتاحي الرسمي لجائزة لاغالا مرارة الصحراء في نسختها الأولى من تنظيم جمعية لاغالا للفنون الحية وبشراكة مع مؤسسة المنار صحراء الخاصة تحت شعار المسرح الاحترافي استثمار في الشباب. شكرا جمهور مدينة قلميم على هذا الاحتضان الرائع. شكرا لشباب جمعية لاغالا للفنون الحية التي تطل علينا بحدث ثقافي فني كبير، جائزة لاغالا بشراكة مع مؤسسة منار صحراء الخاصة. موعد مسرحي كبير من هذا الفضاء الشامخ، وطبعا نحيي كل الشباب الغيور على منطقة واد نون وعلى الفن بها. نصفقوا بحرارة على شباب جمعية لاغالا. طبعا غنفتتحوا الفعاليات ديال اليوم الافتتاحي بصمات فنية استثنائية لفرقة سحاتيت. وانا جاي تنشوف لقيت واحد على انه قلميم فيها 1200 جمعيه، بعد الحقها 1200 جمعيه، يعني لقطنا 1200 جمعيه وقسمنا على 365 يوم غتدي تعتاد جمعيه النار بعباره تاع انشطه في النار، انشطه يعني تكون ثقافيه مسرحيه لكن للأسف له أن الجمعيات اللي هي حقها عندها مصداقية فهي قليلة جدا. في هذا الشهر المبارك اخترنا تنظيم جائزة لاغالا منارة الصحراء ليكون فال خير علينا وعلى فناننا الجهة والصحراء. جائزة لاغالا منارة الصحراء في دورتها الأولى هي مسابقة تهم الشباب بصفة خاصة والمسرحيين بصفة عامة، ونهدف من خلال هذه الدورة إلى خلق تقليد مسرحي بالجهة ومواكبة الموسم المسرحي بالمملكة. نفتخر بشراكة مؤسسة منار الصحراء الخاصة التي أعطت دعما لا مشروطا لهذه الدورة، ولا داعي لتكرار غياب الجهات الوصية عن الدعم للفنان، فهذه النقطة أصبحت تزعج كل فنان في الجهة. الصافي اسم لطالما شنف المسامع الفنية والثقافية بجهة قلميم واد نون وبالمملكة المغربية. شكرا لكم جمهورنا الكريم.
يحضرنا أيضا فاعل مسرحي وأستاذ اللغة العربية، فاعل جمعوي وفاعل مهتم بالثقافة. أقول أننا اليوم وفي هذه اللحظة بالذات نعيش انطلاقة جيل جديد من المبدعات والمبدعين، من الفنانين والفنانات الذين سيطبعون المشهد الثقافي عامة والمسرحي على وجه الخصوص بطابعهم الخاص، وسيكون لهم كلمتهم من دون شك في هذا المجال. أمراض جدا مباشرة بمدينة برلين وعلى أرض مؤسسة المنار الخاصة. نسمعوا فيديو سؤال كلمة بالدواها. أمالكم مبزحرين شو؟ أوي واشك حالي؟ لا لا انتم ما تصلحوا تمشوا معايا للدواء. ها اش بان بك؟ ديروا الدواء احسن ينفعونا ينفعونا. بارك الله عليكم وتنتمنى لاخاطش نعرف بحق مهرجانات. انا سبق لي ضد مهرجان دولي تمرقت بعدي كبيره تبارك الله، ولكن مع الاسف بحال هنايا ما كاينش اللي يعاون. تلقى خير وتنشكر المؤسسه اللي دعمت هذا نزل المهرجان. تبارك الله مع الاسف تلقوا خير في الجمعيات بيناتهم تنقاهم الساسات وتنقاهم في الوزاره. الجنوبيه قديمين وتنتمناو ان ديما يكونوا بحال هاد المبادرات هادو باش نعرفوا بالصحراء المغربيه وعايشه سيدنا، وبغينا نكونوا حتى حنايا نساهموا مع الفرق المدن الداخليه فهمت ان شاء الله الجنوب تكون من الاوائل باش تكون هي الدوله في المغرب. نشكركم بزاف على هاد المبادره اللي درتو باش يزيدوا بالمسرح ان شاء الله. شكرا لكم. صفقوا عليهم سي فوكي. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سادة الحضور، سيد مدير مؤسسة منار صحراء الخاصة، سادة لجنة التحكيم، فناني الصحراء، فناني واد نون، شباب واد نون، حضرات السادة والسيدات، يشرفني في مستهل هذه الكلمة الافتتاحية أن أرحب بكم جميعا في رحاب قاعة منار صحراء الخاصة التي نعتبرها بيت كل فنان، وفي واد نون ودار ضيافة لكل فنان قادم من خارج المدينة. وأن أجدد التأكيد على أن استجابة مؤسسة منار صحراء الخاصة لطلب احتضان هذه الجائزة هو دعم كبير لنا في وقت تخلت عنا جهة كنا نظن على أنها وصية، لكن للأسف لا زال القطاع الثقافي بالجهة يعاني الأمرين. إن تنظيم هذه الجائزة تندرج ضمن فلسفة الجمعية التي تراهن على التنوع الثقافي والمواكبة ومواكبة الركب الثقافي العالمي، لأن الثقافة هي الحل. في إغناء النقاش الثقافي حول الرهانات والتحديات التي تعاني منها الفرق بالصحراء عامة وبالجهة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.